نتشارك ان شاء الله. ان شاء الله نسيك مش جاهز ولا لا؟ جاهز والله، جاهز باذن الله. 100% الحمد لله. الحمد لله طايع شويه هيك، لكن الحمد لله طايح الطبخه شويه، لكن ان شاء الله نكون قد والله ندوروها عادي مش مشكله. طبخه طاحت طايحه مني شويه لما تخش داخل. باذن الله باذن الله حنكون باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. مرحبا. طيبين. سلام. عرفنا على اسمك. عبد الرؤوف العمامي من زليطن وجايكم من طرابلس. ليلي يا 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 ليل يا ليلي يا يا ليلي يا ليلي يا ليل يا يا ليلي. ناس عزاز ناس عزاز وجاورونا، ناس عزاز ناس عزاز وجاورونا، ناس عزاز ناس عزاز وجاورونا، لا عيب ولا حسرة قيا يا يا ريتهم يا ريتهم يا 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 ريتهم يا ريتهم يا ريتهم يا ريتهم وجعونا مدام نوي الفراق يا ليل. كما تعرفوني ولا ما زال يا عيني والله لا ما زال، كما تعرفوني ولا ما زال يا عيني هيه يا الله. كما تعرفوني كويس، انا نقول اللي قلت الان كويس الله يسلمك، وما نبيش الان نعطي لا نعم ولا لا بعد ما نسمع لا اعتراض التعقيبات الاخرى. لا اعتراض قبل، معلش احنا اسفين. عادي عادي مش مشكله، تفضل عادي. قول كلمتك. اصر يصر الحاحا الحاحا. واحد اثنين ثلاثة يلا يلا، ما دام هم عندوني في القصة هذه ماني بنعطيك نعم. الله يبارك فيك. هذا من دق الله يعزك. أنا بنسأل، أنت تغني شعبي فقط يعني؟ إيه مرسكاوي اللي هو. ما تغنيش طربي حاجة؟ لا لا طربي ما نقولش، يعني إحنا لو بنقيمه نقيمه على الشعبي. نقيمه على في الأغنية الثانية حسيت ان فيه شيء يعني، حتى الراحه في الموال ما فيش لان قاعد فيه رعشه. اي هو احنا والله قاعدين نراعوا في الرهبه والخوف وال انا بنعطيك فرصه. الله يبارك، نعطيك فرصه على اساس ان بتقدم الافضل باذن الله في المرحله الجايه، بتقدم الافضل باذن الله. اني نعم ان شاء الله. الله يبارك فيك. يعني مره يخليك انت الاخيرة. علاش انا الاخيرة؟ هي ما دام هو جاي ومتفائل بانك انت. لا لا عادي خليها على راحتها بس. بالنسبة لي يعني الله يبارك فيك. اسف منك. ما عندك شيء مشكلة؟ لا لا عادي. زعلش منك؟ لا لا ما عندك شيء مشكلة. بدون زعل يعني بتاخذ ال لا 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 عادي. ايوه. لا لا ارائي. حتى انا ما تزعلش مني. لا. ما عندك شيء مشكلة عادي. ايه ذوقوا ايه، ما حتى انتم مره تحصلوا فيها في المواقف هذه. ايه ايه فيها رجعه هذه مش عيب. ايه لا ما مش قصه ان هي عيب، هي هو الاشكاليه اللي احنا تواجه فينا يعني تواجهكم انتم تواجهنا احنا اكيد انتم عد الاختيار يعني الاختيار ان هو من البدايه ما يكون الصح
احنا هيك نقع بعدين احنا في مطب معاكم انتم هي فهمت كيف. فاني شخصيا نتمنى من كل متسابق كل متفاري انه هو يعرف امكانيات الصوت وامكان حجم الصوت نتاعه ويدير اكثر من بروف عليه اكثر من عمل عليه اكثر من اغنيه وانه هو يعرف مساحه صوته وين ساعده هو وتساعدنا احنا اكيد يعني. اكيد في شويه يا خيتي خيرك خيرك تعلي لا عادي بشوي علي لا والله لا اعطيه فرصه بس ما عنديش مشكله مش قصه ان هي اعطيه فرصه مش ممكن نشوفوه مش بنوزع حلويات انا مش قصه نعطيه فرصه هي مش قصه يكون هو يعني يكون صح بالضبط يعني معناها هو يعني يدي افضل ان شاء الله بالضبط عادي ما عندك شيء مشكله حاضر تاخذ معنا فرصه ونعم الله يسلمك هذه قلتيها على خاطر على خاطر هذه بس بسمه بتلطف انك انت اكدتي اللي قالها هو بالعكس ولا فلان يستحق على جداره بالكلام هو انا ممكن اعطيته مراحه انا طالما هو قال معناها انه هو متفائل معايا انا اعطيتها ملاحظات يعني ليه ولل الملاحظات هذه اللي اعطيتيها لحضرتك هل بي 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 بتزيد من يجب انه هو دعا ومن فنه طبعا انا اعطيته ملاحظه تخصه هو ما تخصنيش انا يعني هو يلقاها هو مسكين ياسر هو في المستقبل او في المرحله الثانيه انه هو عارف يختار تعبتوه صح راكم تعبتوه يختار صح تعبتوه ويكون افضل يعني حال ان شاء الله اول ما وقفت قدام اللجنه حسيت قلبي يدق في الواصل القريب 180 درجه